Tunisia. Live. Be informed. Be involved. انت تضرب الكهرباء تبزق عليها وتقول لنا صاحبك القاطع والخويا حاسك زي مولود يبكي يغرد وجهه كيما هكا يقول له خويا ريت تضرب فيا كرامة ما سالش الولايه والولايه والبلديه تلف مرات في نفس النهار وما حد حد يسمع قال لي فوزي كي مشينا ثلاث مرات للبلديه داز الشرير وقال فوزي برا قيمه تونا نحن نسكت الروح قالوا برا فيش مش يعمل مشكل هو راه باش يحز هو راه باش يلا يعمل عيطها مش يحلوا له مش يحلوا له مش يحلوا له مش يحلوا له هو راه قال فوزي برا انت خفاني يا ناس عندي فينا تونا نحل مشكلتي وحدي مشاو قدام البلد الولايه باش يحلوا له الباب يعيط حلوا الباب حلوا الباب حلوا الباب وريسان صابوا فوق الشرير وقال لهم حلوا الباب حلوا الباب داك وعامل بركيها الوان تخدم في بركي وشعل بنار ما بوش يجب تحضروا للبلد البلدي ما بوش يسمعوا رغم بابا محلو صحته منه والولاية راو قدام كاكا والنار تشعل فيه وهو قدام الولاية بالشريف حلوا لي الباب حلوا لي الباب حلوا لي الباب خنفض مشكلتي رام ضربوني رام عاملوا لي رام دنولي قلت محب يسمع حتى واحد انا قلت ما انا حاشتي بالمرأة هذي وانت بتراتيب اللي حرقت لي ودي وانا قاعدة محروف وراقي فوق سرير وصاب رصاص والناس تتفرج عليه والبوابة واقف سجاجات وكل ما يتفرجوا عليه وما باش حتى واحد يصبح ما يحكي لي شوقي قال لي إلا لونه كيك قال لي خالتي منه بيرة وأزرق النيل قال لي ودموعه هابطة علي قال لي رم ضربوني رم ضربوني رم ضربوني علي عن عبد الجبار هذاك كما نوعدي لك بمصر بالنسبة للتصويرة نتاع الجاكيتة دي التصويرة الكبيرة مصورة في علف جاري تصويره من عنا في الحنة متاع وقت ما صوروا في الحنة كي قالوا اعطينا تصويرة محمد كي جيت حنا بعد جيت الصحافة انا مش موجودة هنا اي فهمت مشو جبدوها من الاستديو اللي صور فيها فصل متاع العدس وما يخرج من نزلنا في المدرسة يخرج بكري ما يكره بيه متاع الفلاحة جي العشو بكري المرش يمشي هو جيلان ومولا وليدات انا تي كانوا يسكنوا بحداية وانا مكونا مشو لتونس ونسي شو الصفاق اللي هو الوحيد ما مشيش يمشي هبط وقت الكرهبية هبط وقت الكرهبة كاملة يعطون كل واحد ربيع خضر أو فلنهاري وصل يجي بات الخمسة ستة ربيعات يعديهم يبيعهم في البروي صدقني في البروي قعد كاكاكا وهو صغير يحبوه في المرشي يحبوه معنا خيال حمد ربي ربي والأخيانا كل يحبوه والشعب كل يحبوه حمد بعور يا العيلة لي حسر ده واللي معناها يغششني واللي ينرفزني واللي خلاه بعمر ثلاث سنين ومحاولة معي في الحنين واللي كان مصرح الحمد لله ربي مخبزتها عطيانا ربي Available on TunisiaLive.net